ده ما كانش موجود عندنا. عشان كده اللي هي حال كل القطاعات في الدولة يعني. حال بالظبط. عشان كده كانت هذه اللجنة يمكن كانت من بداية اللجان اللي شكلها ست الرئيس عبد الحسيسي بالقرار 75 لسنة 2016. كان هدفها هو اسمها استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها. أول هدف منها إنها تعمل قاعدة بيانات لأراضي الدولة. يعني ده أول هدف ده من أول اللجنة دي. أول هدف إنك أنت تعمل إن تبقى عندك خريطة كاملة لأراضي الدولة، تقول هذه مصر وهذه أراضي مصر، والأرض دي هنا ولاية وزارة كذا، والأرض دي هنا ولاية وزارة كذا، والأرض دي هنا متعدى عليها بكذا. ده أول هدف للجنة. هل اشتغلت اللجنة على هذا الهدف؟ اشتغلنا من أول أو اشتغلت اللجنة من أول يوم، وكان أول توجيه نقل المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة ومساعد الرئيس لشؤون المشروعات القومية والاستراتيجية، انه احنا محتاجين نعمل الداتا دي، نجمع كل الجهات وكل جهة تدينا اللي عندها. ومش بس كده، لانه احنا برضو راعت اللجنة من الاول انه في جهات ليست لديها كل المعلومات عن اراضيها، فقلنا كمان كل مواطن، فتحنا صفحة على الفيسبوك وعملنا موقع للجنة، وان كل مواطن عنده شكوى، عنده معلومة، عنده شيء ارض شايفها على قدام عينه مش عارف مين اصحابها، يبلغ اللجنة واللجنة تبدأ تتحرك. في استجابة؟ في استجابة كانت كبيرة من المواطنين. وهذه الموقع وهذه اللجنة أثبتت أن إيجابية المواطنين المصريين فيما يتعلق بالملفات التي تخص الدولة وحقوق الدولة إيجابية عالية جدا. الحمد لله. جدا. بالمناسبة مش بس في دي، مش بس في إن ناس بقت تكلمني أو تبعت على الصفحة في حتة أرض في أسوان في الحتة الفلانية، الأرض دي بتاعة الدولة في ناس هيتعدوا عليها. في حتة أرض في حتة فنية ملهاش صاحب، تعالوا شوفوا دي بتاعت مين. في جزء منهم كان شكاوى كيدية، لكن الجزء الأكبر كان شكاوى نتج عنها إن اللجنة عرفت أراضي ربما كانتش الجهات عارفاها. ده رقم واحد. رقم اتنين، إيجابية تانية ناحية تانية، إنك لما فتحت قلت أنا هقنن للناس اللي عايز يقنن وضع شغله للأرض يجي يقدم طلب، كانت هناك إيجابية كبيرة جدا، وتقدم لك 17,000 طلب تقنين. لتقنين اجمالي الاراضي اللي فيهم حوالي 3 مليون فدان على الاقل. اذا اثبتت هذه الامور ان هناك ايجابيه من المواطن، ان المواطن كان بيبحث، ان هناك كثير من المواطنين الشرفاء كانوا بيبحثوا بس عن مين يتعامل معهم بشكل محترم علشان يؤدي حق الدوله. عشان كده كان في تصريح حتى المهندس ابراهيم محلف في احدى المرات قال انه هذه الطلبات بهذا العدد بيؤكد قد ايه المواطن المصري وطني وحريص على حق دولته. صحيح. ثم جاءت بقى النقطه الفارقه اللي انا بعتبرها نقطه فارقه حقيقيه، هو توجيهات رئيس عبد الفتاح السيسي لما كان في انا المراجده، ووجه ببدايه حمله لاسترداد اراضي الدوله، وقال الجمله الشهيره انه ما فيش حد ياخد اكتر من حقه في البلد. صحيح. ودي انا بعتبرها سابقه لم تحدث في تاريخ. وهقول لك ليه.